لايكات، لا تنسوا اللايكات، شوفوا الفيديو للنهاية لأنه بيصير حادثة في هذه الغرفة، وما أدري من كان السبب في هذه الحادثة. سماسم، سماسم تعالي بسرعة. هلا يمي، إيش تبغي؟ إيش جالسة تسوي أنتي؟ والله يمي جالسة أرسم وأتعلم الرسم. خلاص سيبيكي من الرسم هذا وقومي نظفي غرفة أخوكي. بس يا أمي هو يقدر ينظفها لحاله، وأنا بعدين جالسة أرسم ماني فاضية. لا لا لا، هو ما يعرف ينظف كويس، انت تعرفي تنظفي، هو ولد ما يعرف ينظف. والله يا امي ما حد حيخربه الا الدلع حقك، هو ولد يعرف ينظف بس قدامك يسوي نفسه ما يعرف ينظف. يا بنتي انت ما تسمعي الكلام، روحي نظفي بلا كثرة كلام. اقول لك نظفي يعني نظفي، انا اعرف مين ينظف مين ما ينظف. انت بنتي نظفي، يلا روحي نظفي. يعني بسألك سؤال، انت طفل؟ انت نونو ما تعرف تنظف من نفسك؟ خير خير، دخل علي كذا معصبة، ذا كله بس عشان حتنظف. انت ليش بتنظف من نفسك؟ لازم انا اجي انظف وراك؟ هذه غرفتك ما هي غرفتي، روح اتعلم كيف تنظف. ليش اتعلم كيف انظف وانتي موجودة؟ هي. اذا ابغاكي تنظفي غرفتي اكلم امي وهي تكلمك تنظفيها. بس بلا كثرة كلام، خلاص اطلع برا عشان ابغى انظف، بس حنظف عشان امي مو عشان احد ثاني. طيب طيب، لا تنسى الطاولة اللي هنا، نظفيها زي الناس. كعالمه وخوتي مغامرات حقيقية، أمر ممتع. سأبدأ اللعب. يا أمي مشتري كلب وأجيب كلب وأربيه هنا. لا لا يا نصوري، الكلب نجس ما حلو يكون موجود في البيت. يا أمي بس أنا ما حدخل البيت، حسوي البيت تحت في الحار. أمي وأنا كمان أبغى بسة، من زمان أقول لك أبغى بسة. تكفين يا أمي اشتريها أنا وأخويا اليوم، هو يبقى كلب وأنا ببسة. لا أمر البسة هذا منتهي من زمان يا سماسي، من زمان أنا أقول لك هذه البسة ممنوع تدخل البيت. يا أمي أنا اليوم أبغى كلب اليوم عشان أروح أشتري وأسميه بوبو. لا تتعب نفسك، أنا من زمان قد أحاول فيها وما رضيت، أكيد ما راح تشتري لنا. أمي أنا أبغى كل أصحابي معهم إلا أنا مو معايا. أوكي خلاص اليوم نروح أنا وإنت وسماسي نروح نشتري. أمي طول حياتي أقول لك أنا أبغى بسة، الآن هذا قال لك يبغى كلب روح اشتريه له، أنا أبغى بسة من زمان يا أمي. خلاص يا سماسي لا تزعلي، هذا أخوك الصغير هو يستاهل ما شاء الله ومؤدب. تعلمي تعلمي مني، أنا أحسن مني، أنظف الغرفة كل حاجة. نعم دقيقة، مين اللي نظف لك الغرفة يا كذاب؟ أنا أسمع كلام أمي وهي تحبني وأنا أحبها، هي تحبني أكثر مني. طيب يعني ما جبت شيء جديد ما أعرفه من زمان لأنك دلوعة وحبيبة بماما. سماسم يا مريضة ليش تضربي أخوكي؟ احترم أخوك الصغير. هو ضربني أول بس يا أمي أبغى أشتري بسة، أبغى بسة كمان، ليش أخويا بس؟ خلاص يا سماسم كبري عقلك، ما تفهمي أنتي؟ خلاص. سماسم أمي في السيارة، أنت ما تيجي معانا؟ إلا إلا باجي، يمكن أمي تشوف بسة وتخليني أشتري. أنا اللي جيت قبلك، أنا اللي أركب قدام. أنا سماسم خلي أخوك يركب قدام، أنت اطلعي ورا، خلاص أنت كبيرة كبري عقلك. أمي أنا جيت قبله والله. خلاص أنت بنت اطلعي ورا. سماسم خلاص متى تكبري؟ أكبري، سيبي حركات الأطفال. هي كذا مدلعة كل حياتي. لا هذا ما عجبني. ده هذا عجبني، هني شوف اللي بعده أحسن هذا ولا هذا؟ هاي ناصر إيش اخترت؟ لسه جالس اختار. أمي 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 دقيقة أمي دقيقة، بشتري هذه البسة. أمي الله يخليك يا بابا. سماسم أخوك اختار، يلا تعالي أخرجي. أمي طيب أنا اخترت هذه. إحنا إيش اتفقنا يا سماسم؟ تبغى تفضحينا في السوق؟ إيش اتفقنا في البيت؟ أمشي بسرعة رايحين البيت. إيه شغل الأطفال اللي عندك هذا؟ أمشي يلا. هاو هاو بوبي بوبي بوبي، هنا هنا هنا، اجلس اجلس، تعال تعال تعال.
شوفي جبت لك معايا شوكولاتة. شوكولاتة أبوي وأنا إيه جبت لك؟ خلاص حبيبتي أنت صرتي كبيرة، نعطي أخوك الصغير صح ولا لا؟ سماسمي حبيبتي، أنا عارفة أنك أنت زعلانة، عشان كذا أنا جيت أراضيكي وأبغاك تسوي حفلة. أمي حتسوي لي حفلة لي ونادي صحباتي كلنا؟ لا يا حبيبتي، بس أبغاك تجهزي الحفلة لأخوكي. أنت اللي حتجهزيها، أنت اللي حتمسك الحفلة كل شيء، وأنا بعطيك الفلوس وأنت بتسوي كل شيء في الحفلة على ذوقك. أهم شيء جيبي لأخوكي هدايا حلوة وجيبي كيكة حلوة يحبها ويرضى عليها. أمي ناصر يلا تعالوا الحفلة. ماما اسمسم الحفلة مرة حلوة، بس ليش الألوان حقت بنات؟ انت ما انت عارفة ان اخوكي ولد؟ لان الحفلة حقتي، وهذه هدية لي اشترت لي ايباد، وهذه الكيكة لي بالنكهة اللي احبها، وهذه المفاجأة.